ما نقصت صدقة. صدقة هنا اسم ظاهر، هنا فاعل. ثلاثة، دعا المشاركون، دعا فعل، المشاركون هنا اسم ظاهر. أردننا، أردن أرض العزم، أغنية الظبا، نبت السيوف، السيوف هنا اسم ظاهر، السيوف هنا فاعل وهو اسم ظاهر. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا. هنا جاوزت، التاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أيضا ستة، تكلموا هنا ضمير متصل في الواو، واو الجماعة. وتعرف نفس الشيء، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. سبعة، فاقت تلك الفتاة قرينتها في فن المناظرة. تلك هنا، تلك ماذا؟ اسم إشارة، واسم الإشارة هنا فاقت فعل، وتلك هي اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. احرصي، احرص فعل، والياء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تسعة، لا تتحسر على ما فاتك، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة. هنا لا تتحسر، هنا إيش؟ لا تتحسر هنا فعل، والفاعل ضمير مستتر. ففي أي شيء تذهب النفس، النفس هنا فاعل اسم ظاهر. السؤال الثالث، تدريب الثالث يا ثامن، مثل بجملة مفيدة من إنشائك على كل صورة. من صور الفاعل التي درستها عندنا مثال على الاسم الظاهر، يرزق الله المال للمحتاجين. على الضمير المتصل احفظوا صورة الكهف، فهي المنجية. الضمير المستتر، نتكلم بصوت هادئ. اسم إشارة، جاء الرجل الذي، جاء ذلك الرجل الطيب، ذلك الرجل الطيب. على الاسم الموصول، غادر الذي أعرفه من الحفل. هنا نموذج في الإعراب يا ثامن، نموذج في الإعراب، إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري فيما الخطأ والصواب، فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. حار، حار هي فعل ماض مبني على الفتح، أمرك هي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف يا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. يقود هنا، فخالف هواك فإن الهوى يقود، هي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يقود هو. النفوس هي جاءت، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. باء، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. طمحت هي فعل ماضي مبني على السكون الظاهر لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء هي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. السؤال الثاني، أعرب يا ثامن ما تحته خط. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تبلغ الجبال طولا، تخرق هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة.
ب على قدر أهل العزم تأتي العزائم. العزائم هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. جيم كتبت قصة قصيرة تتناول أحداثها نشر السلام. كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير التاء اللي هي الرفع المتحرك اللي هي ايش؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. واستودعتكم الله يا ثامن في حصة قادمة، ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا ثامن. اليوم سوف نقوم بحل التدريبات، تدريبات درس الفاعل. الفاعل يا ثامن هو قلنا أنه هو اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم، يأتي بعد فعل مبني للمعلوم. يأتي الفعل على عدة صور، يأتي على اسم ظاهر، يأتي على اسم إشارة، يأتي على ضمير متصل، على ضمير مستتر، واسم موصول. انتبه إلى التدريبات في كتابك صفحة 25. تابع معي في كتابك يا ثامن. أكمل الفراغ بفاعل مناسب لكل مما يأتي. 1. احتفل الأردنيون بعيد الاستقلال. احتفل فعل، الأردنيون فاعل. 2. حفظ الأجداد التراث. الأجداد أو حفظ المتحف التراث هنا فاعل. أجرى الطبيب العملية الجراحية بنجاح. أجرى فعل، الطبيب هي فاعل. يسهم الوعي أو يسهم العمال في المحافظة على البيئة. يزيد التعزيز أو يزيد التفاؤل. دافعية الإنسان للعمل. عاد الذين اغتربوا عن الوطن. السؤال الثاني، استخرج الفاعل فيما يأتي واذكر الصورة التي جاء عليها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا في هذه الآية نستخرج الفاعل والصورة التي جاء عليها، والصورة التي جاء عليها هنا. وإذ قال ربك، ربك هنا فاعل، وربك هنا اسم ظاهر. للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا فعل، الواو هنا واو الجماعة هي فاعل. أتجعل هنا فعل، والفاعل من؟ وضمير مستتر. فيها من يفسد أيضا، يفسد هنا الفاعل، فيها ضمير مستتر أيضا. ويسفك ضمير مستتر الفاعل. ويسفك الدماء ونحن نسبح. إذن نسبح فعل، والفاعل ضمير مستتر. بحمدك ونقدس أيضا، ونقدس الفاعل هنا ضمير مستتر. قال إني أعلم أيضا، أعلم الفاعل هنا ضمير مستتر. وما لا تعلمون، تعلمون فعل، الفاعل هنا الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت